معنى حديث الله فاطر السماوات عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه. نعم معنى الكلمة هذه. أبشر. الشرك ما يوضع ليحتال به، يعني ما ينصب من شراك. الآن الصيادون ينصبون الشراك للسمك فيجتمع السمك يظن أن ذلك طعاما، ثم يأخذ الصياد شراكه. هذا المقصود بالحديث، أن الشيطان عياذا بالله يوقع بني آدم في مصايد لا يفطنون أول الأمر أنها من مصايده وطرائقه، فهو يأتيهم على طرائق مختلفة بحسب ما يرغبون ثم يوقعهم في الإثم. هذا على أن الحديث يكون رفضه وشركه بفتح الشاء والراء. وبعض الرواة يقول وشركه، والشرك معروف، والشيطان من أعظم الكفرة بالله بلا ريب، لكن حمله على شركه أو لا، لأن الله عز وجل سماه عدوا، والعدو إنما يحتال على من يعاديهم. فالحديث الأفضل وشركه، هكذا تقرأ أو تلفظ.